قال محمد هو ابن الجزر يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو الدرس 34 من دروس طيبة النشر في القراءات العشر، وقد انتهينا في اللقاء السابق من شرح باب السكت، واليوم إن شاء الله نشرع في باب وقف حمزة وهشام، وقف حمزة وهشام على الهمز. وقد أخره الناظم عن جميع أبواب الهمز المتقدمة، لأن الأبواب المتقدمة تتعلق بالكلمة وقفا أو وصلا، أما هذا الباب فهو متعلق بها وقفا فقط، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لأنه يشمل جميع أنواع التخفيف المتقدمة، فكان لذلك تأخيره مناسبا حتى يعني يكون القارئ على دراية بأنواع التخفيف، فلأنها تجتمع هنا جميع أنواع تخفيف الهمز في هذا الباب، بل يزيد عليها، بل هناك أنواع من التخفيف لم تذكر في الأبواب السابقة تأتي هنا. هذا أولا. وهذا الباب من الأبواب التي يعني تحتاج إلى جهد، وقد نبه على ذلك أبو شامة، قال هو من أصعب الأبواب نثرا ونظما في تمهيد قواعده وفهم مقاصده، وآكد إشكاله كما قال الجعبري أن الطالب لا يقف عند قراءته على شيخه على كل همزة، فربما تفوته أشياء، فإذا عرض له وقف بعد ذلك أو سئل عنه لم يجد له جوابا أو أداء، ولذا أو ومن ثم عبارته ينبغي للشيخ أن يبالغ في توقيف الطالب، في توقيف من يقرأ عليه عند المرور بالهمز صونا للرواية. وهذه هذا تنبيه مهم من الجعبري رحمة الله عليه، أن المقرئ لابد أن يعتني في بداية قراءة الطالب لقراءة حمزة، سواء أفردها أو جمعها مع غيرها، أن يدربه على الوقف على الهمز، وليس فقط المواطن التي هي محل للوقف، لا، وإنما جميع الصور التي تختلف، يعني مثلا إذا جاءت صورة مثلا في الهمز المتطرف، صورة في الهمز المتوسط، الهمز المتطرف مما يعني فيه مثلا الهمزة ساكنة سكونا لازما أو سكونا عارضا أو متوسطة مرسومة على واو أو مرسومة على ياء أو متطرفة على الواو والياء أو غير ذلك، فلا بد أن يدربه ويتأكد من إتقانه لجميع صور الأداء، لجميع صور الأداء، ولا يكفي أن يسردها عليه نظريا يقول له فيها خمسة أوجه كذا 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 كذا، في البداية في الجزء الأول والثاني وربما الثالث والرابع والخامس يحتاج أن يوقفه كثيرا، وليس في كل موضع وإنما كثيرا، فإذا تأكد من ضبطه فيكفي المحال التي فيها الوقف، يعني فيها وقف معتبر أو ما يشك في ضبط الطالب له أو ما يأتي قليلا، يعني الأشياء اللي هي ما تأتي إلا في الختمة ثلاث أربع مرات خمس مرات فيوقفه عند كل موضع منها، لأن هذه قد ينساها، أما المتكررة مثلا ما قف على الماء أو الدماء أو السفهاء أو سوء أو شيء أو كذا تتكرر معه يعني عشرات المرات، ويعني إن سردها وأداها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وتأكد أنه يضبطها
فما يحتاج أن يكرر معه كل موضع، لكن لا بأس كل فترة طويلة مثلا أنه يوقفه حتى على بعض الأشياء هذه التي تكررت حتى يتأكد أنه لا زال مستحضرا ولا زال مستذكرا. وهذا السكت أو هذا التخفيف في الهمز عند الوقف لم يروى فقط عن حمزة، وإنما شاركه هشام في بعض صوره كما سيأتي في الهمز المتطرف، هذا في المتواتر. أما في غير المتواتر فشاركه في الأكثر طلحة بن مصرف وجعفر الصادق وسلام الطويل والأعمش وغيرهم. يعني هذا أن نقول عليه ليش؟ لأن في البعض يظن أن هذا فقط حمزة هو الراوي الوحيد لتخفيف الهمز في الوقف، وأن هشام مشارك له في صورة الهمز المتطرف. لا، هذا روي عن أئمة كبار، والذين ذكرناهم كلهم أئمة كبار جدا في القراءات، طلحة بن مصرف وسلام الطويل والأعمش وجعفر الصادق وغيرهم من الأئمة. هؤلاء أئمة كبار، لكن لم يقدر الله عز وجل أن تتواتر قراءاتهم. طيب، قال الناظم رحمة الله عليه في أول هذا الباب: إذا اعتمدت الوقف خفف همزة توسطا أو طرفا لحمزة. إذا اعتمدت، يعني إذا قصدت الوقف أو عمدت إليه وتعمدته، وهذا يشمل التعمد يعني في الوقف الاختياري وفي الوقف الإيش الاضطراري، لأن في بعض الطلاب الأذكياء يعني إذا وقف على مثلا كلمة لحمزة فيها همزة ثم لم يأتي بالتخفيف، التخفيف المطلوب يعني على حسب الصورة الموجودة، يقول أنا أصلا ما كنت أريد الوقف. حتى لو لم ترد، إن أردت أو لم ترد، إن أردت الوقف وقف اختيار قف عليها، وإن لم ترد قف عليها بوجه من أوجه التخفيف، لأنه لا يجوز أنك تقف بغير هذا الوجه. يعني هذا يعتبر خلط في الرواية، ما هو صحيح. فحتى لو وقفت، هذا تنبيه مهم، حتى لو وقفت اضطرارا لحمزة على كلمة فيها همزة لابد أن تقف على إيش؟ على مقتضى قواعده، تقف على مقتضى إيش؟ قواعده، لأن كل صورة لها طريقة مختلفة في الإيش؟ في الوقف. فالتعمد هنا لا يقصد به أنه فقط الاختيار، لا، لكن أنت وقفت يعني حسيت أن نفسك ما يأتي للي بعده فوقفت، فهذا أيضا حتى لو كان اضطرارا وحتى لو كان اختبارا فتقف على مقتضى قواعده. قال: وإذا اعتمدت الوقف خفف همزة. طبعا قبل أن نتعمق نؤكد أن هذه الأحكام كلها خاصة بالوقف، هذه الأحكام كلها إيش؟ خاصة بالإيش؟ بالوقف بس. يعني إذا وصلت كل اللي هنقوله في هذا الباب ما يدخل معنا، إذا وصلت كل هذا ما يدخل معنا، هذا كله خاص بالإيه؟ بالوقف. لذلك هو قال عنوان الباب إيش؟ بابه ها؟ وقف حمزة وهشام على الهمز، وقف. قالوا: إذا اعتمدت الوقف. إذن أول شيء نعرفه أنه هذا الكلام كله خاص بالإيش؟ بالوقف. خفف همزة، همزه يعني، لكن وقف للقافية وللوزن. توسطا أو طرفا لحمزة. إذن جعل هذا عند الوقف التخفيف، وقال التخفيف هنا هو اسم عام لكل صور التغيير، لكل صور التغيير. صور التغيير مرت بنا بين وها إبدال ونقل وإسقاط وحذف، هذا كله من صور التخفيف، وهذه كلها تجتمع في هذا الباب، هذه كلها في هذا الباب موجودة. يعني احنا في بعض الأبواب نجد بين هو الغالب الأعم، وأحيانا إبدال كما في الهمز الهمزتين من كلمة ومن كلمتين، هذا نجد يا إما بين أو إيش؟ إبدال غالبا. وفي بعض الأبواب نجد الإبدال هو اللي غالب، مثلا مثل الهمز المفرد مثلا. أما هذا الباب فهو شامل جميع الأنواع، قال خفف همزة، وهذه التخفيف هنا هو مطلق التغيير أيا كان.
توسطا أو طرفا لحمزة. يعني إذا وقفت على الهمزة ووقع الهمز متوسطا أو طرفا فإن حمزة يخففه، فإن حمزة يخففه على مقتضى قواعد له سوف تفصل. توسطا، التوسط قد يأتي المتوسط بنفسه، مثل مثلا تأتون، يأكلون، بئر، جئنا، شئنا، هذا متوسط بإيش؟ بنفسه، هذا متوسط بنفسه. وقد يكون متوسطا بغيره، قد يكون متوسطا بغيره، مثل بأيكم سأصرف كأنهم يا آدم ها أنتم الهدى ائتنا، لأن هذا داخل معنا الآن. المتوسط بنفسه والمتوسط بغيره، قد يكون متوسطا بكلمة أو بحرف، وسيأتي تفصيله، قد يكون متوسطا بحرف أو بكلمة. توسطا أو طرفا، توسطا أو طرفا. الطرف قد يكون سكونه لازم، مثل اقرأ، هيئ، نبئ، يشأ، أو يكون سكون أو عارضا، يكون سكونه عارضا، مثل الملأ، بدأ، يبدأ، ينشئ، انمرؤ، وهكذا. ثم بدأ يفصل الأحرف. معنى ذلك أن الهمزة المبتدأ ليس لحمزة فيه إيش؟ تخفيف، ليس لحمزة فيه تخفيف، إلا إذا سبق بحرف أو بكلمة، فهذا له بيان سيأتي. إذا رجع مرة أخرى، توسطا أي الهمز المتوسط سواء كان بنفسه أو بمتصل به من الكلمة أو طرفا، وبيناها. ثم بدأ في تفصيل الأنواع وتبيينها. فإن يسكن بالذي قبل بدلي، وإن يحرك عن سكون فانقلي. فإن يسكن بالذي قبل ابدلي، إن يسكن ماذا؟ احنا طبعا عندنا الهمز، الهمز ساكن ومتحرك، الهمز ساكن ومتحرك، والتخفيف عن حمزة تخفيفان، تخفيف قياسي وهو على مقتضى قواعد الصرفيين، ولكن هذه القواعد منقولة رواية، يعني لا ليس فقط على قواعد الصرفيين، وإنما رويت هكذا، روي عن حمزة هكذا، ولكنها في الآخر تقول إلى أنها قواعد معتبرة عند أهل الصرف، وقواعد يعني منقولة رواية، الاثنين مع بعض. فالقرآن طبعا أنزل بلسان عربي مبين، ولا يأتي ما فيه إلا على مقتضى كلام العرب، لكن ليس كل كلام العرب في القرآن، صح؟ ولكن العكس صحيح، يعني كل القرآن من كلام الإيش؟ يعني على مقتضى كلام العرب، وإلا هو كلام الله، لكن هو على سنن وطريقة كلام العرب، لأنه بلسان عربي مبين. ولكن ليس كل ما صح من كلام العرب يصح قرآنا، ليس كل ما صح من كلام العرب يصح قرآنا. لذلك لما قرأ الرجل عتى حين أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال من أقرأك هذا؟ قال أبو عبد الرحمن، يعني ابن مسعود، فأرسل إليه، قال بعد السلام يعني، قال وبعد فإن الله أنزل هذا الكتاب عربيا بلسان هذا الحي من قريش، فإذا جاءك كتابي هذا فأقرئهم بلسان قريش ولا تقرئهم بلسان هذيل، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان هذليا من قبائل العرب الكبار، الهذليين
يعني أو هذيل من قبائل العرب الكبيرة، وأسد وتميم وسعد وبكر وغيرها، هذه من قبائل العرب الكبيرة جدا، والهذليون لهم أشعار معروفة ولهم دواوين. لكنه قال فأقرئهم بلسان قريش ولا تقرئ، يعني عتى حين، هذا عتى العين مكان الحاء في بعض المواضع موجودة في اللغة، حتى لغة هم يقولوا الكسكسة والكشكشة، وهذه موجودة في كلام العرب، اللي موجودة هنا في نجد مثلا، كيف حالت كذا، وهذه موجودة في الكلام العرب الفصيح، لكن القرآن لم ينزل إلا بالكاف الفصيحة، لم ينزل إلا بالكاف الفصيحة. فقال فإن يسكن بالذي قبل ابدلي، أي إذا سكن الهمز أبدله بالذي قبل، يعني بجنس من جنس حركة الحرف الذي قبله. فإن كان مثلا فتحة تقول إيش؟ تبدلها ألف. تالمون، اقرأ، تقول إيش؟ اقرأ. والذي قبله كسرة مثل بئر، تقول إيش؟ بير. ومتطرف نحو نبئ، تقول نبي. ويؤمن، تقول إيش؟ يؤمن. فالشاهد أنه يبدل من جنس حركة ما قبله، سواء كان متوسطا أو إيش؟ متطرفا. سواء كان متوسطا أو متطرفا، سواء كان في الطرف، سواء كان السكون عارضا أم أصليا. يعني مثلا بدأ، السكون فيها ماذا؟ عارض أو أصلي؟ عارض، لأن يعني أصلها بدأ، لكن لو وقفت أقول بدأ، هذا لغير حمزة، وإذا وقفت الحمزة أقول إيش؟ بدأ، لأن قبلها إيش؟ فتحة. الملأ مثلا نقول إيه؟ الملأ. مثلا ينشئ نقول إيش؟ ينشي. وهكذا. إن امرؤ نقول إيه؟ إن امرو، لأن قبلها إيش؟ ضمة. فسواء كان السكون أصليا أو عارضا فإنه يخففه على حركة ما قبله، فإنه يخففه على حركة ما قبله. إن كان قبلها كسر ياء خفف ياء، وإن كان قبلها فتح خفف ألف، وإن كان قبلها ضم خفف إلى أو أبدلها إلى واو. وإن يحرك عن سكون فانقلي. إذن هذا القسم الأول من الهمز هو ماذا؟ الساكن. والساكن حكمه في كل الحالات متوسطا ومتطرفا، ها، ساكنا سكونا عارضا أو لازما، حكمه واحد، هو ماذا؟ الإبدال. قد تأتي في بعض الصور يعني أوجه أخرى، لكن مبدئيا حتى الآن الذي مر بنا في الهمز الساكن هو الإيش؟ الإبدال، سواء كان سكونه متوسطا أو متطرفا أو كان سكونه عارضا أو لازما. وإن يحرك عن سكون فانقلي. وهذا رغم أنه هو شطر بيت، لكنه يعني تحته صور كثيرة جدا. وإن يحرك، إذن هو ترك الآن الهمز الساكن وبدأ في المتحرك، ولا لازلنا في الساكن؟ ها؟ قال بدأ في المتحرك، الآن تركنا الساكن خلاص. قال وإن يحرك عن سكون فانقلي. الساكن انتهينا منه. المتحرك قسمان رئيسان كبار، قسمين كبار جدا. القسم الأول متحرك قبله ساكن، والقسم الثاني متحرك قبله إيش؟ متحرك. لأن ستجد الآن شطر البيت هذا هنطول فيه، لأنه قال وإن يحرك عن سكون. طيب السكون اللي يكون قبل هذا المتحرك، الهمزة عندنا همزة متحركة وقبلها سكون، في عندنا عدة أنواع. يا إما السكون يكون هذا حرف علة، يعني واو أو ياء أو ألف. الألف لها أحكام مستقلة ستأتي بعدين. إذن يا إما يكون حرف علة أو يكون حرف صحيح،
يا يعني إما يكون حرف علة أو حرف إيش صحيح. والحرف الصحيح أو ما يلحق به، الحرف الصحيح أو ما يلحق به. ما يلحق بالحرف الصحيح مثل حروف اللين، حروف اللين هنا بتفارق حروف المد، يعني لها أحكامها شوية فيها شيء من الاختلاف. فحروف اللين ملحقة بالصحيح، ملحقة بالصحيح. نجد عليها دائما في المصاحف سكون، حرف اللين نجد عليه إيه؟ سكون. طيب، هو قال وإن يحرك عن سكون ها فانقلي، وإن يحرك عن سكون فانقلي، يعني إذا كان المتحرك قبله ساكن انقل الحركة على الطريقة اللي ذكرناها في باب النقل. طيب، خلينا ناخذ الأول الساكن الصحيح عشان أسهل وأبين في الأداء. مثلا مسؤولة تصير إيش؟ ها؟ مسؤولة، هننقل الحركة الهمزة إلى السكون اللي بعدها تصير إيش؟ مسؤولة. قرآنة تصير قرآنة. طيب، مذؤومة مذومة، الظمآن الظمآن، ينأون ينأون، يجأرون يجارون يجارون. هذا بالنسبة للساكن الصحيح. الملحق به مثل شيء، بس خلينا ناخد شيء المتوسط عشان المتطرف هذا فيه كلام طويل شوي. شيء المتوسط شيئا صير إيش؟ شيئا بالنقل، صير إيش؟ بالنقل. طيب، وإذا هيئة هيا. طيب، طيب إذا كان متطرف مثل شيء المتطرف هذا هنصير شيء. أنا ليش اخترت الأول المتوسط؟ لأنه باين أكثر، شيئا شيئا صارت شيئا. طب وشيء المتوسط المتطرف؟ هننقل الحركة لكن سنقف إيه؟ بالسكون، يعني أقول إيه؟ شيء بس كده فقط. طبعا في وجه آخر سيأتي بعدين، لكن خلينا حتى الآن. إذن عندنا مثل شيء. طب الخبأ، الخبأ يعني هنقل الحركة وبعدين هسكن الباء تكون قلقلة فقط. سوء هتصير إيش؟ سوء. يضيء يضيء، طبعا هي هتنتقل حركة بس ما تبان، سيأتي الروم والإشمام بيانه لاحقا، ما نريد أن ندخله في هذا الإيش الجزء. إذن عندنا الهمز المتحرك الذي قبله ساكن حكمه النقل، حكمه نقل حركة الهمزة إليه، سواء كان حرف علة أو حرف لين أو حرف ساكن صحيح، سواء كان حرف علة أو حرف لين أو حرف ساكن صحيح. إلا الألف فلها أحكام مستقلة، الألف لها أحكام طويلة ستأتي. ولذلك قال استثنى هنا، قال إلا موسطا أتى بعد ألف سهل ومثله فأبدل في الطرف. إلا موسطا أتى بعد ألف، هذا استثناء من ماذا؟ لأنه قال وإن يحرك عن سكون فانقلي، هذا الذي قبل المتحرك قد يكون ساكنا صحيحا وقد يكون حرف علة، وإن كان حرف علة قد يكون واو أو ألف أو ياء. الواو والياء ماشية تبع نفس القاعدة، يعني على النقل، سواء كانت الأصلية، يعني الأصلية منها الزائدة سيأتي حكمها. لكن الألف استثناه من هذا الساكن، هو قال وإن يحرك عن سكون، الساكن هذا الألف ساكن، حرف ساكن، لكنه استثنى الألف، قال إلا موسطا أتى بعد ألف سهل. إذن إذا جاء الهمزة، إذا جاءت الهمزة متوسطة بعد الألف فحكمها الإيش؟ التسهيل.
مثل أولئك، إذا وقفت عليها الحمزة أقول إيش؟ أولئك. وطبعا هذا يصير والمد أولى، ها أنت غير السبب وبقي الأثر أو فقصر أحب. الأثر موجود ولا غير موجود؟ موجود، إذن يكون مع المد أولا ومع القصر ثانيا. أقول أولئك، أولئك، ملائكة، ملائكة، شركاؤكم، شركاؤكم، أولياؤه، أولياؤه، دعاؤكم، دعاؤكم. قال إلا موسطا أتى بعد ألف سهل، يعني سهل هذا القسم من المتحرك الذي جاء قبله ساكن، المتحرك الذي جاء قبله ساكن، وهذا مستثنى من النقل السابق، هذا مستثنى من النقل السابق. ومثله فأبدل في الطرف، ومثله فأبدل في الطرف، يعني نفس الصورة لكنها جاءت في الطرف، مثل السماء، نشاء، السفهاء، مما. فهذا هي قال فأبدل في الطرف، يعني إذا كان إذا وقعت الهمز طرفا بعد ألف، إذا وقعت الهمزة طرفا بعد ألف أبدلها، يبدلها إيش؟ تبدل ألف. إذن عندنا يصير من السماء، عندنا السماء أبدلنا الهمزة ألف، صير إيش؟ يصير ألفين وراء بعض، يصير ألفين وراء بعض، يعني نمد ألفين، مش ألفين يعني منفصلين. وفي بعضهم قال هذه الألف أبدلت، وفي ألف عندنا أصلا، فنفصل الاثنين بألف أخرى حتى نفصل المبدلة عن الأخرى فتصير ثلاث ألفات. وهذا تفصيل، يعني قولهم إنه يعني عندنا المد والقصر والإيه والإشباع، يعني تقول من السماء، من السماء، من السماء، واحذر أن تأتي بعد التعب ده كله بالهمزة في الأخير، يعني الهمزة خلاص سقط، السماء هوى بس، حروف مد للهواء تنتهي، السماء، السماء، السماء فقط. يقال ايش؟ تاني سؤالك معلش. أي ألف اللي موجودة؟ ألف السماء يعني؟ طيب وين راحت الهمزة؟ الحذف هذا معوض عنه بألف أخرى، وإلا ما جاز لنا الأوجه الثلاثة، وهي أبدلت، إحنا نقول أبدلت لا نقول حذفت، لأن لو قلنا حذفت نقول السماء بس خلاص، لكن هم أجازوا فيها الأوجه الثلاثة لكون هذه الألف مبدلة وليست محذوفة، ان المحذوف، المحذوف له احكام اخرى، محذوف له احكام اخرى. قال الا موسط، اذا عندنا الالف قسمين، قسم جاء متوسطا ففيه التسهيل بين مع المد والقصر، واما المتطرف ففيه الايش، القصر والتوسط والاشباع. طبعا بالنسبه للتسهيل نقدم الايش، المد، وبالنسبه للإسقاط أو الإبدال نقدم القصر، نبدأ قصر توسط وإشباع، لأن أثر الهمزة إيش ذهب. إيه هما إحنا ما نريد، يعني صحيح صحيح، يعني يقول أبو محمد، يقول يعني هم بعضهم يقول خلاص إحنا أسقطنا الهمزة وخلاص، يعني خلاص ما بقلنا غير الهمزة الأولى، واللي قال لا الهمزة أبدلت
إذن عندنا ألفين، واللي قال نفصل بألف كمان صار ثلاث ألفات. طيب ثم ذكر بعد ذلك حكم أيضا، هذا لسه متعلق بالإيه، وإن يحرك عن سكون فانقلي، لكنه هذا فرع منه مختلف، هذا فرع منه مختلف. والواو والياء إن يزادا أدغما، والبعض في الأصلي أيضا أدغما. والواو والياء إن يزادا أدغما، الواو والياء المفروض إنها إيش؟ وإن يحرك عن سكون فانقلي، وإحنا لذلك قلنا هيا وشيا صح ونحوها، لكن الواو والياء تأتيان في القرآن وفي اللغة تأتيان زائدتين وتأتيان أصليتين، تأتيان إيه زائدتين وتأتيان إيش أصليتين. هو ذكر هنا في الشطر الأول حكم الواو والياء الزائدة، الواو والياء الإيه الزائدة. قال والواو والياء إن يزاد أدغما، والواو والياء إن يزاد أدغما، يعني إذا كانت الواو والياء زائدتين فإن حكمهما الإدغام. إذن هذا استثناء من إيش؟ ها، وإن يحرك عن سكون إيش فانقلي، هذا الاستثناء الثاني. استثناء الأول إلا موسطا أتى بعد ألف، هنا والواو والياء إن يزاد أدغما، لأنه هذا ليس النقل وإنما هو الإدغام. فمعنى ذلك أن الواو والياء إذا أتت زائدتين فإن الحكم فيهما أن تبدل الهمزة من جنس حركة ما قبلها، إن كان قبلها ياء أبدلت ياء، وإن كان قبلها واو أبدلت واو ثم أدغمت فيها، مثل كلمة قروء. قروء يعني المفروض أنها تحولت إلى قروء، الواو الهمزة هذه تحولت إلى واو ثم أدغمت في الواو التي إيه قبلها، تصير إيش قرو، بريء تصير إيش بري، هنيئة تصير إيش هنية، مريئة تصير إيش مرية، وليس فيها نقل، وليس فيها نقل. والواو والياء إن يزاد أدغم، فهذه مستثناة من وإن يحرك عن سكون فانقل، والحكم فيها الإدغام، أي بعد إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها ثم ندغم الأول في الثاني. وطبعا احنا سبق واحنا بنشرح الشاطبية جمعنا لكم الكلمات التي جمعها، أو ذكرنا لكم الكلمات التي جمعها أحد المحررين حتى يريح البال والفؤاد والعقل والذهن من الكد وراء الواو الزائدة والواو الأصلية، فهو جمعها بعضهم في بيت واحد. قال وقف في هنيئا مع مريئا مع بري، هنيئا ومريئا معروفة، بري اللي هي بريء وبريئون معها نفس الشيء. دري يعني لأن حمزة بيقرأ إيه دري أنتوقد، يقرأ دري. دري قرو اللي قرو، نسي النسيء إنما النسيء زيادة في الكفر، خطيئة حرري. قف هنيئا مع مريئا مع بري، دري قرو نسي خطيئة حرري. هذه الكلمات السبعة فيها الإدغام إذا جاءت الواو والياء، دون النظر إلى هل هي أصلية ولا زائدة، غيرها تكون أصلية. يعني السبعة دول هما الزوائد في القرآن، طبعا مش في اللغة، في القرآن التي أتت فيها ياء أو واو زائدة. وكما تلاحظون أن كلها ياء إلا كلمة إيش قروء، كلها ياء إلا كلمة قروء. طبعا هو في ضابط للي عنده حس لغوي سليم أنه يعرف أن هذه زائدة أو أصلية. مثلا لو خدنا كلمة قروء، أصلها إيش قرء، أصلها كلمة إيش قرء، هل فيها واو؟ ما فيها واو، إذا الواو هذه زائدة. مثلا كلمة النسيء أصلها إيش ناساء، ناساء يعني أجل أخر، وذلك يقولون ربا النسيئة، فالنساء يعني أخر، هل فيها واو أو ياء؟ ما فيها، إذا هذه الياء في كلمة النسيء زائدة.
لكن يعني الحمد لله أن أراحكم هذا المحرر رحمة الله عليه وجمع هذه الكلمات. فإذا كل ما سوى هذا فهي الياء والواو فيها إيش؟ أصلية. كل ما سوى هذا مثلا كلمة سوء، كلمة يضيء، كلمة لتنوء، مثلا كلمة شيء، هذه كلها أصلية. كل ما سوى السبعة دول فهي أصلية. طيب، والبعض في الأصلية أيضا أدغم، والبعض في الأصلية أيضا إيش؟ أدغم. وهذا وجه ثاني في الإيش؟ في الأصلي، لأن الأصلي السابق منطبق عليه اللي هو أن يحرك عن سكون فانقلي، أن هيئة ها فيها إيش؟ هيا، صح؟ هو قال أيضا والبعض في الأصلية أيضا أدغم، يعني هيئة تصير فيها هيا وتصير فيها إيه؟ هيا، شيئة تصير إيه؟ شيا وشيا، سوءا مثلا، سوءا يعمل سوءا، يجز به يعمل سوى، هذا النقل سوءا، هناخد الهمزة، الهمزة المفتوحة نحطها على الواو تصير إيش؟ سوى، أو ها سوى، سوى أو سوى، وهكذا. إذن الواو والياء الأصليتان الزائدتان فيهما الإدغام فقط، فيهما الإدغام فقط. أما الواو والياء الأصلية ففيهما النقل ها والإدغام، فيهما النقل والإدغام، وهذا هو الفارق بين الواو والياء الأصلية والزائدة. وتجد هنا في هذا الباب دائما الواو والياء يعني مش متفقين مع الألف، يعني الألف لها أحكام في هذا الباب والواو والياء لها أحكام أخرى. فلا نقول حرف علة وإنما نقول الواو والياء هذه لها أحكام مع بعض والألف لها أحكام أخرى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.